بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا تتواصل الانطلاقات وتتواصل الأشواط شوط تلو شوط، وها نحن وإياكم في انطلاقة وتحديات ختام الأشواط لهذا الصباح، ختام الأشواط لسن الحيل والزمول على بركة من الله وتوفيقه. أعلنت هذه الانطلاقة وأعلنت هذه المعركة، معركة سن الحيل ومعركة شوطنا الرابع عشر وشوطنا الختام، ختام الأشواط في هذا الصباح لسن الحيل من مسافة 8 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع من يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. هنا شعار السيلية يتقدم على أول الأسماء ويقدم لنا آسيا. هجن السيلية على المركز الأول، المركز الثاني يتابع القدوم والانطلاق في هذه اللحظات مع أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني مقدما لنا أرصاد على مستوى المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث لأتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل الشاهينية مبارك بن سعد بن مبارك الهام له النابت، من يقدم لنا في هذه اللحظات الشاهينية لتتسلل بدورها إلى ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت أفعال يتقدم في هذه اللحظات. حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مقدما لنا أفعال على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أجد الانطلاقة في هذه اللحظات. وصلت الفاتحة ليتقدم الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدما لنا الفاتحة، ويقدم لنا شعار على المركز الخامس. يا سلام، الله 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 الله، هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمس المراكز المتقدمة الأولى، للخمس النجوم الفايف ستار الباحثين عن هذا الانطلاق الكبير، عن هذا الإنجاز الكبير، العودة إلى آسيا. هجن السيلية هي من تقدم لنا آسيا على المركز الأول. ينطلق اللورد يتقدم على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني يتابع الانطلاق والوصول في هذه اللحظات من قبل الشاهينية مبارك بن سعد بن مبارك الهام له النابت، من يقدم لنا الشاهينية على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع أرصاد وطالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني المري مقدما لنا أرصاد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الانطلاق والدخول، غيرت في هذه اللحظات الفاتحة، وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم لنا شعار، من ينطلق هنا مع الفاتحة ويقدمها في عملية التضمير. الشرس راشد بن بطي الزعبي، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، يتقدم في هذه اللحظات الشرس راشد بن بط الزعبي وينطلق هنا مضمرا ومقدما لنا الفاتحة على المركز
المركز الرابع، المركز الخامس وصلت أفعال الغفراني، وصلت أفعال ليتقدم حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مقدما لنا أفعال على مستوى المركز الخامس. وما بعد الخمسة هنالك أسماء كبيرة، هنالك شعارات رنانة وأسماء عملاقة ننتظرها في عالم الإذاعة. يا هي أسماء، يا هي شعارات، يا هم نجوم قادمين يا إخواني. ولكن العودة وين؟ العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى المركز الأول، إلى هجن السهيلية. هجن السهيلية من تتقدم على المركز الأول وتنطلق مع اللورد، اللورد من يقدم لنا هذه الآسيا على المركز الأول، تنطلق على أول الأسماء باحثة عن هذا الانتصار الكبير. المركز الثاني وتابع الشاهينية تتقدم، الشاهينية تتمركز على المركز الثاني وتنطلق وتراقب هذا الموكب وتراقب هذا الموقف. يا سلام، الله 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 الله، يقدم لنا الشاهينية مبارك بن سعد بن مبارك ابن هاملة النابة، من يدفع لنا بالشاهينية على المركز الثاني. ولكن اللي على ثالث الأسماء وصلت 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 وطلت في هذه اللحظات أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني مقدما لنا أرصاد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الانطلاقة والوصول، أتابع أفعال وهذه صاحبة نقطة في المحلية السابعة. يتقدم هنا حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مقدما لنا أفعال على المركز الرابع. المركز الخامس أجد القدوم، أجد الوصول في هذه الأثناء. أول نداء للظبي ليتقدم في هذه اللحظات محمد بن سعد بن راشد النعيمي مقدما لنا ظبي على المركز الخامس. الله 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 الله، العودة إذن إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى أول المراكز، إلى آسيا. آسيا يا آسيا يا آسيا، وهنا الشعار السهلاوي يتقدم. العيدة ينطلق هنا مع آسيا على المركز الأول. يا سلام يا سلام، هجن السهيلية على المركز الأول مع آسيا في هذه اللحظات. المركز الثاني وتابع القدوم والوصول مع الشاهينية والماركة الشاهينية تنطلق في هذه الأثناء وتتقدم. يقدم لنا الشاهينية مبارك بن سعد بن مبارك بن هاملة النابت مقدما لنا الشاهينية على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم، أتابع الانطلاقة والوصول مع أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني مقدما لنا أرصاد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أفعال وهذا يوم الأفعال، تتقدم أفعال ويتقدم حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مقدما لنا أفعال على المركز الرابع. المركز الخامس وصل الخيارين لتتقدم مغنى على المركز الخامس. ينطلق زايد بن سعيد بن الأجبع الخيارين مقدما لنا مغنى على المركز الخامس. كيلو متر ما تفصل عن النهاية، كيلو متر
ما تفصل عن السلام. يا أهل السلالات، يا أهل الأصايل، يا أهل الإنجازات، يا أهل السلالات، يا أهل الإنجازات، يا أهل التاريخ العريق، يا أهل الرموز، سيروا إلى الإنجازات وسيروا إلى الرموز وسيروا للمجد التليد. الله 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 يا هجن السيلية، هجن السيلية مع المركز الأول. آسيا آسيا من تتقدم على المركز الأول. العيد من يسبب ضجيج، من يسبب البلبلة ويسبب الإزعاج، ولكن وصلت أفعال، وصلت أفعال، أفعال الغفراني تصل، أفعال الغفراني تصل في هذه الأمتار، وهذه الأمتار أمتار الجنون، أمتار يا أمتار يا الغفراني، روح يا الغفراني، روح من هذه اللحظات، وصلوك الجماعة وصلوك. الله يا أفعال، حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مقدما لنا أفعال على المركز الأول. المركز الثاني أرصاد، أرصاد الكيل الأخير، الكيل الكبير، الكيل المثير. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أفعال تجدد الأفعال، تجدد الذكريات الجميلة وتجدد الإنجازات. المركز الثاني أرصاد، طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني المري. المركز الثالث الشاهينية، ومبارك بن سعد بن مبارك بن هاملة من يقدم لنا الشاهينية. المركز الرابع آسيا هجن السيلية، ولكن أفعال راحت، أفعال روحت بالشوط، روحت بالشوط. مسك الختام، مسك الختام مع الغفراني، مع الغفراني. أفعال بدون أي أوامر، أفعال أفعال ياهي من أفعال، ياهي من أفعال. روح الغفراني، روح، روح مع أفعال، أفعال الإنجازات، أفعال المجد التليد. سلام يا الغفراني، سلام، سلام يا الغفراني، سلام. عيني عليك يا حبيب والديك، سلام الله عليك، سلام. تهانينا، تهانينا، والف مبروك لمالك أفعال حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثاني أرصاد، طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. المركز الثالث الشاهينية، ومبارك بن سعد بن مبارك بن هاملة النابت. المركز الرابع وصلت فيه العنود لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الخامس وصلت القناطر مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن تهانينا، تهانينا، والف مبروك لمالكي أفعال حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري على هذا الفوز. التوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة و9 ثواني و25 جزءا من الثواني، بدون أي تعليمات تذكر على ظهر أفعال. سلام يا الغفراني، سلام. المركز الثاني وصلت أرصاد، طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. 13 دقيقة و11 ثانية، 55 جزءا من الثواني. بينما جاءت على المركز الثالث الشاهينية لمبارك بن سعد بن مبارك بن هاملة النابت، قاطعة مسافة 8 كيلومتر بتوقيت زمني وقدرة 13 دقيقة 17 ثانية و63 جزءا من الثواني. تهانينا، تهانينا، والف مبروك.